لودي التلاوي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى جل شأنه: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد فاعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، وفي رواية: يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. السجود سجدة التلاوة. هل علمتم أن سجدة التلاوة صارت عليكم جميعا؟ طالما سمعتم الآية، آية السجدة، فصارت السجدة عليكم جميعا. كل من سمع، إذا واحد ما بيسمع ما مؤاخذ. وعليه الصلاة والسلام عم بيحكي لكم كيف الشيطان يبكي ويقول، ولي على رمته، يبكي ويقول ولي على رمته: أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمر إبليس بالسجود فأبى فله النار. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة، فليسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته، لموضع جبهته. رواه الثلاث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. رواه أبو داود والحاكم. عن عقبة بن عامر قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، في سورة الحج سجدتان؟ قال: نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما.
إذا ما بدك تسجد لا تقرأ آيات السجدة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، هي بصلاة الفجر. أنا صليت إمام الفجر وقرأت إذا السماء انشقت وسرقت هل وقعت بالمخالفة؟ فرأيته بعد ذلك قتل كافرا.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. رواه البخاري. عن أبي رافع رضي الله عنه قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلم أزال أسجد فيها حتى ألقاه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. رواه الخمسة. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة بالقرآن، منها 3 في المفصل وسجد الحج 2. رواه أبو داود وابن ماجه. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 سجدة منها التي في النجم. كل ما سمعتموه يجب السجود عن سجدة التلاوة. فالذي أخذ كفا من حقا ليش أنا حط رأسي عن الأرض؟ أنا أكبر من هيك. أخذ كف من حقا حطه على جبينه. قال: ما بكفي السجود هيك؟ لأنه تعالى عن تنفيذ فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مات كافرا. فالآن صارت السجدة عليكم كلكم فريضة. قرأ قدامي واحد السجدة وأنا على غير وضوء، شو بدي أسوي؟ قال: هذه صارت دين في ذمتي، أقضيها متى توضأت. مذهب الإمام الحنفي
ينهوا عن السجود. الصلاة أن تقصدها مع الركوع أو تقصدها مع السجود. إما تفرغت بها لما بتركع تنوي سجود التلاوة مع الركوع، أو تنوي سجود التلاوة مع السجود عند الحنفي هذا وارد، عند الشافعي لابد من السجدة
على قدمي الله فليسأل وليرغب. أنا عن الحال فهيم. الشيخ ناعم يصلي عثمانته. راح تجيب الجلد. وحددت له يا. ولم يسجد عمر رضي الله عنه.
تضع صدمات انتم. انا بدي وقعكم صدمات وحل لكم يا رب. وقال ابن عمر رضي الله عنه: ان الله لم يفرض علينا السجود الا ان نشاء. من هنا اخذ الحنفي انه الله ما فرض علينا فريضه، لذلك بها محبوحه ذنوب عنها. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد. رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل: يقول في السجدة مرارا سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن خالقين. أنا عم جاوب الكتاب، أنا عم جاوب الكتاب المحفوظات اللي أنا حافظهم من تمشيخنا. أعطي كل
كل منكم حكم لوحده. يعتبروا ثابتين. بما
مر علي يوم من الأيام وقت نومي ما صلي ولا ركعة. الإنسان بين عسر ويسر، مو إذا كان أنا اليوم ما صليت تهجد وطلعت عن الإسلام، لا، إذا استطعت فبها ونعمة وإلا فالخيار لك. إذا عجزت أنت غير مؤهل، فسجود التلاوة غير مؤاخذ لو تركته. عن الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، إذا كان فاتك سجدة التلاوة يجب عليك قبضها. ما هيك عندكم؟ عند الحنفي، عند الأحناف. لا، عند الشوافع والحنابلة. أما عند الأحناف إذا ما سجد ينوب عن السجود سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات. ولو لم يقرأها لا شيء عليه. عند الأحناف. عند الإمام مالك شو الحكم؟ عندنا 11 سجدة مو 15، 11. عندنا 14. نحن عندنا 11 وصلنا، ما عاد شيء، إذا تركوا ما عاد شيء. وسجلت ما سجلت ما عاد شيء. نعم. أما عندنا 14. شو هالخلاف هذا؟ إذا أردنا نعد السجدات في القرآن تجاوزوا 22، لكن في منهم من لم يسجدها النبي عليه الصلاة والسلام، وفي منهم ما سجده صلى الله عليه وسلم. عندنا ثبت أن النبي سجد 14. عند الإمام مالك 11. في ثلاثة ما وردوا عندهم. ثلاثة تبع المفصل ما في، وواحدة بالحج. الحج في تنتين عندهم واحدة. الخلاف المذهبي، الله يرضى عن الشيخ أحمد راجح، كل ما يجي لعندي، كل ما يلاقي حال فاضي يقعد عندي، مجرد ما فات لحتى يطلع أنا عم بدرس أهوية الأحكام. فأعطاني قبل وفاته شيء 20 يوم جملة أنا استوعبتها وعبيت راسي. قال لي كل ما قاله العلماء وأئمة المذاهب أنت مخير به إلا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلافات بين الحنفي والشافعي، خلافات واسعة كبيرة، وآراء. الإمام الحنفي والإمام أبو يوسف والإمام محمد، هذول ثلاث أئمة عند الحنفي المعتمدين، وآراهم أراهم لهم أنا باخذ اللي بيعجبني واللي ما بيعجبني اتركوا لي. فأنا باعتبار جماعة المذاهب الأربعة في شيء عن الشافعي أراء. الشافعي في المذهب الأول والمذهب الثاني.
كل رأي يمكن الأخذ والرد إلا ما ثبت في القرآن ومن كلام سيد المرسلين. هذا كان رأي شيخ أحمد رابح. وكان بعض الأحيان يأخذ بالأرخص. إذا سئل يعطي الجواب على الخيصة. أنا تعلمت من شيخنا الله يرضى عنه، شديد كان دائما يأخذ بالعزائم. لما كنت اتناقش مع شيخنا بالرخص، يا ابني الرخص لأهلي هن الخاص على الله. أما المؤمن يا ابني بيأخذ بالعزائم. إلى يومي هذا أنا بأخذ بالعزائم، وما سبق استعملت الرخص إلا عند الضرورة الماسة الذي لا يمكن، مثل الصلاة على الكرسي. عجزت إني أسكن على الأرض صلي على الكرسي مضطر. أما لو كنت قادر أسكن على الأرض والله ما بصلي على الكرسي ولا وقت ولا سنة ولا فرض. الناس عندهم فارق بين السنة والفرض. بين السنة وبين السنة لا تخرج باللغة. يعني السنة معلش صلي على قاعد، أما الفرض صلي على الأرض. أنا ما عندي فارق بين السنة والفريضة. الفريضة أمر الله، والسنة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هل هي من عند رسول الله أو أمره الله بها؟ ثم كثير من آراء المشايخ من الليل فتهجد به نافلة لك حتى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فأنا باعتبار باللغة العربية ضعيف، ما بعرف ألفا شو عرابا. فتهجد هاي بار سببية استئنافيه فصيحة يسموها فاء الفصيحة. فاء الفصيحة هذه فاء الأمر، لأن الفاء تتبع ما بعدها. فإن كان ماضيا فقد تكون سبب للماضي أو قد تكون استئنافية، وإن كان ما بعدها مضارعا فقد تأتي بالأمر غالبا. فكلمة فتهجد فهذا أمر. ليش حتى نقول هذا فرض على النبي وعلينا السنة؟ يعني ما تعرفوني، من منا أقرب إلى الله؟ سيدنا رسول الله من إحنا؟ ليش عليه فريضة هو المقرب ونحن نبعد علينا سنة؟ ليش ما يكون عليه سنة وعلينا فريضة؟ لكن لأن الأمر إلهي فرضه على نفسه رسول الله.
كان إدراك ووعي سيد رسول الله عليه الصلاة والسلام لأمر الله أنه فريضة عليه. ليش علينا سنة؟ أنا ما عندي فارق بين النافلة والفريضة، كلاهما أوامر، فأنا بستقبل النافلة وبعطيها حقها في القراءة. يعني رأي بعض أهل المذاهب بالفرض التسبيحات أقل ما يكون ثلاثة في الركوع والسجود، معك من الثلاثة للإيدان، أما بسنة تسبيحة واحدة ما عليك. ليش؟ أليست صلاة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا رح أجيب لكم حديث لأن نرى أمر رسول الله هو أمر من الله. أحبوني لحب الله إياي، من أحبها؟ سيدنا رسول الله. أحبوني لحب الله إياي وأحب آل بيتي لحبي إياهم. مين منكم بيقبل أن يكون من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ ياخذ شيء وحده من بنات سيدنا رسول الله مشان يصير من اهل البيت. يلي بيحب يربع اصبعته، في بعضنا ربع اصبعته ما بدهم. آل بيت النبي كل تقي. سمعت كلمة لشيخنا الله يرضى عنه، قال ابني انت ولالي، مو لالي هيقول جزهم مرتي، انت ولالي، ابني اللي بيمشي على خطي. اطيعوني ما اطعت الله فيكم، هي كلمة شيخنا، أطيعوني ما أطعت الله فيكم. إذا خالفت الله لا تحرمني، نعم. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان ممتثلا لأمر ربه بالحرب، فإذا أنا اقتديت بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تعتبر اقتدائي بسيدنا رسول الله هو اقتداء بأمر الله؟ إذا كان هو اقتداء بأمر الله فمعناها لو أنا نفذت أمر رسول الله أنا عم نفذ أمر الله، وأنا ما عندي فارق بين أمر الله وأمر رسوله. أمر الله أمر الله، وأمر رسوله هو أمر الله. من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني،
ومن عصى أميري فقد عصاني. إذا بن خالد واحد النبي بعثه فأنت عبد خالد النبي بالذات. أما الآن اليوم الذي نحن فيه إنسان متمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا مثله، لكن هو حريص على التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا أرى أن طاعته فريضة ومعصيته حرام، لأنه أراد أن يطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف لنا أن نتخلى عنه وتخلينا عنه وتخلي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الزمن؟ إن هذا ما بس لدنا رسول الله لهذا الزمن ولكل زمان ومكان. نتيجة كل ما قرأناه، شو حكم سجدة التلاوة؟ سنة؟ لا. إذا اختلفوا بالآيات نعود إلى الأصول. الأصول عندنا نحن 14، ف14 سجدة إذا تركت واحدة منهم فأنت مخالف لأمر الله عز وجل. لقي ما له علاقة بأمر الله، هذا أمر النبي. أليس أمر رسول الله هو أمر الله؟ في حدا منكم يحسن يجيب لي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمرا ولم يرضى عنه الله؟ نهى عن أمر والله راضي عنه؟ إذا أمره هو من أمر الله ونهيه من نهي الله. في آية صريحة من يطع الرسول فقد أطاع الله، هي آية. من أطاع الرسول من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. أطيعوني ما أطعت الله فيكم. فصار أنا عندي سجدة التلاوة فريضة، بس أنا بكمل المصحف كاملا، واقف بسجد 14 سجدة أو 15 ورا بعضهم سريع على المصحف كامل، بس تخلص خدمة. مرة واحد دكتور بعد ما خلص أحد عم يتفرج علي قال لي أنت شو عم تسوي؟ عم تسجد وترفع راسك وتسجد وترفع راسك وتسجد. قال لي والله نحن غشناها. قلت له أنا خلصت الخدمة معي وغالبا أنا عم تمر آية السجدة أنا مالي بالشغل. جمعهم كلهم سوا وبسجدهم ال 14 سجده بعد ما تخلص الخدمه. بجوز هذا عند الحنابله؟ بجوز؟ وعند الحناب بجوز، وعند الشوافع بجوز، وعند المالكيه بجوز. ما بجوز عند المالكيه؟ بجوز. ما بجوز؟ لأن بطعتك تنزل جداً وربعضون. الله يجبر تقصير اللي منكم مقصر في سجدة التلاوة، ويلهمه يقضي ما استطاع
منكم على طريقة تحكوا سجدات التلاوة اللي عليكم بدون ما تاخذ سجدة التلاوة من وقتكم ولا ثانية. انت بدك تصلي الظهر عندك 4 سنين قبلية و4 سنين بعدية و4 فوت. عند الصلاة كم ركعة؟ 12 بكل ركوع تنوي سجدة التلاوة ما عليك، بكل سجود تنوي سجدة التلاوة ما عليك، صاروا 24 سجدة بصلاة الظهر. عليك دين أكثر بالعصر، عليك دين أكثر بالمغرب والعشاء. شلون هيك مرض؟ أنا قرأت 4 ختم ما سجدت للتلاوة، بجوز هلا اسجدهم واقصدهم بالصلاة مع الفرض أو مع النافلة؟ طالما بجوز عند الأحناف ربي يسير بقصدهم وبرئ ذنتي. الشيخ رفيق السباعي رضي الله عنه قلت له في حل لسجدة التلاوة؟ قال لي تبقى دين في ذمتك ما دمت في الحياة، وبعد ما موت بتموت تطلع عنها. شو بدي يا رجال؟ لا بتجوز ولا لا؟ على خير الحياة وخلص المسألة. يوم واحد بقصر سجدة التلاوة بكل الصلوات، يوم واحد بالظهر 24، بالعصر 16، بالمغرب 10، بالعشاء 24 أكثر 27 مع الوتر 30 مع الوتر بالعشاء 30 بعدين. فإذا جمعت يوم واحد لو إلك 5 سنوات ما سجلت تلاوة تقضيهم بيوم واحد بالصلوات، ما أخذ من وقتك ولا ثانية. بتركع الركوع وبتخطب سجدة التلاوة مع الركوع، وهذه رخص. أما العزائم تهوي على الأرض بتسجد وبترفع راسك. الله أكبر تهوي على الأرض بتسجد. سجدة التلاوة سجدة بين تكبيرتين، الله أكبر الله أكبر، ويتخلل السجود الدعاء، وخير الدعاء سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقدرته تبارك الله أحسن خالقي. هذا أكمل الدعاء. بعد التسبيحات الثلاثة أو الخمسة أو السبعة أو الـ11، حاجتكم طلعت تكلمتك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.